حياكم الله حبيبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج شتحب. اليوم الحلقة استثنائية ومهمة حقيقة، تتزاحم الكلمات عن اللي أرد أقوله بحق ضيفنا لهذا اليوم، شاعر حسيني وأديب، يعني ما أعرف شو أقول، راح ألتزم الصمت بحرم الإبداع والشعر والجمال، فنرحب بي أجمل ترحيب، يعني ما أعرف شو أقول بعد ألتزم الصمت. يتفضل أستاذنا اللي راح نتعرف عليه بعد قليل، أديبنا وشاعرنا الحبيب. يتفضل أستاذ، تفضل. جابر جليل الكاظمي. نعم، هذا الاسم جابر جليل الكاظمي، والنعم منك. التولد يوم شهر سنة 1/7/1956. نعم، العمر كله يا رب إن شاء الله. طبعا مسقط راسك الكاظمية المقدسة من أين تولدت؟ من العام 1972، 50 سنة صار هذا العطاء الحسيني مستمر. الحمد لله. هو الحسيني 48 سنة، بس قبلها كان غزل وسياسة، يعني هاي بدايات تعتبر. بدايات 48 سنة هم قليل يعني، ومستمر محافظ على هاي إن شاء الله مدى توفيق الحسيني. إن شاء الله الله يوفقك. شخصية أثرت بها بالطيب الشاعر المتنبي والشيخ أحمد الوالي. محاضرات كتب، عبارة عن كتب ثقافية. والله أنا مو المشكلة أنه قعدت ويا جالسته يعني وجها لوجه، كان نعم يعني كان عنده يسكن في لندن في عمارة خلفنا، يعني ماكو يمكن 10 دقائق من بيتي إلى بيته، فعن قرب كنت أروح له يعني فترات كذا. رجل يعني هم شاعر هو عظيم، يعني هو من الشعريات المظلومة. أكو شعرية تكون مظلومة، مثلا الخطابة طغت عليه على الشعرية والصوت، لو كان مو خطيب هو كان الآن من كبار الشعراء يعد يعني، ولكن الخطابة طغت على الشعر يعني. لكن كان يوظفها بمجالسه. نعم، الشعر حتى نعم. الشعر مو إلي يعطيها بمكانها، بمكانها يستشهد بأبيات شعرية. هو منصف يعني لما يستدل بشعر أو لما يستشهد بشعر يكون يعني الرجل منصف. صح، من اي ما عنده هذا من المذهب الفلاني او الدين الفلاني او كذا، ابدا ابدا. هذا كل مذهب تحبه. انا عرفته عن كثب اكثر مما من الكاسيته، يعني شفته شخصيته لما تقعد يمه ما يختلف ابدا عن شخصيته اللي على المنبر نفسه. يعني هو حقيقي، انسان حقيقي واقعي جدا. واقعي. اهم منجز بمسيرتك، لم اظلم احد. بلي، ما ظلمت احد في حياتك. هاي نعمه من اقول احد، حتى الحشره ما ابدا احد، اي انسان او اي كائن حي. من صفات اهل البيت عليهم السلام وخدمتهم انه دائما يدعون اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. اي هو واحد هم يحاول ان يكون مو مظلوم، هم يحاول ان يكون يحاول بس ما يظلم. أي. لا لا، الظلم لا. ولو المتنبي يقول الظلم مشي من نفوسي فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هو من يقول الظلم مشي من نفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة، هاي العلة هي تخالف الفطرة اللي هو الفطر عليها الإنسان. صح، إنه ما يكون يظلم. صح، يوم حالك لن تنساه، كل أيامي في العراق لا تنسى أبدا. أيام العراق يعني أيام العراق، أولا احنا انولدت في العراق الى ايام المراهقه، كنا ملتهين مثل اي عراقي يعني، واحنا تدري الشعب كروي. صح، واقعا يعني. صح، فكنا في ساحات كره القدم بالمدرسه، ايضا عندنا مثلا بين الصفوف وبين مدرسه ومدرسه، الى ان اكبرت بعد نشأت بالحياه، قمت اعرف الشيء اللي يضرني من اللي ينفعني، مو بالأمور الطبيعية اللي يعيشها الإنسان، وإنما خلف الأستار اللي هي حتى الأمور السياسية يعني. كنت لعب كرة قدم؟ لعبت قبل، كنت ألعب بالمواصلات. مهاجم لو مهاجم كنت بس بالشعر. مهاجم لو وصل بالشعر يعني مع الأسف محايد.
ليش مع الأسف؟ محايد لأن أنا أخذت الحياد. ليش مع الأسف؟ صعب طبعاً الجواب عليه. لأن يؤخذ علي كثير من الأمور إذا قلت ليش أنا محايد؟ يعني أنا حتى بالكاتب الآن 35 ديوان. بس حتى اللي رقم كبير. لا هو هسه بسيط؟ مو بسيط، بس مع الفترة اللي كتبتها طويلة. وأنا خسرت كثير من الأشياء من أجل الشعر. يعني كثير من الأشياء في حياتي، أشياء مادية معنوية. لا والله يعني في الأشياء ذاتية خسرتها جدا، يعني تخص أسرتي وتخصني أنا وتخص الشعر. أخذك يعني؟ أي أخذني من كثير من الأمور. بعدين أنا الحقيقة ذبني ب طبعا أنا أقول أني ما أقول أعوذ بالله من كلمة أني، لأن يعني هذه مو شيطان الإنسان، مو شيطان حتى يشبه نفسه. لا مو أكو بعض يقول أعوذ بالله من كلمة أني، لأن هذه الحقيقة ابتدعها الأمويين. صح. يعني الأمويون ابتدعوها لهذه، لأن ما يقدرون يقولون أني، لأن كلهم أسلافهم ذوات أعلام وكذا. صح. بس بني هاشم كان دائما بالحروب يقولون أنا علي بن الحسين بن أنا كذا أنا. صح. فكلمة أنا كانت تغيظهم. صح. فخلوا هاي البدع بين الناس، أعوذ بالله من كلمة لا. صح. هو ضمير المتكلم. يعني صح. كلمة صح. طيبة. ليش يعني ما أشبه بأن شيطان أنا ما أقول أنا مثلا أي. إنسان. فالحقيقة بالسنين الأولى من حياتي مع الأسف من طلعت من العراق طلعت رأسا إلى حضن التمرد. وهذا صعب كلش يعني. يعني لاحظنا التمرد مثلا، أنا أول يوم طلعت من العراق، ثاني يوم كتبت موال يشهد الله. قبل يومين كان عندي تليفون ويا أخوي الشيخ بالدنمارك ذكرني به الموال، لأن أنا كنا الشيخ عبد الستار كاظم أستاذي أيضا وشاعر. عنده قصائد وشاعر دواوين عنده شاعر بس أنا ظلمتهم إعلاميا لأن كنت شاعر منبري. صح صح. وعندي أصغر مني دكتور عادل كاظم يعني شاعر فحل، لكن اللي بالصورة بل واللي ما أخذ الجو مثل ما يقولوا جابر كاظم. يعني أسأل من الله أن يكون ما أظلمهم بأخذ الجو يعني. إن شاء الله بعض من قصائدي أجرها يعني لهم. أي بل أي. تم واحد بيكون بارك إن شاء الله. فالمهم يعني أنا رحت أول يوم قلت شفت الأوضاع في سوريا شوية ما كانت يعني تسر. فقلت أيام كانت زهية وللشعر فالتة. هو ساخر من الشعر الساخر. أي. أيام كان الزهية وللشعر فالتة، راحت وطيف المضب تشبدي نبت نبت فالتة. صوبني جوز الدهر سهمة وقلت فالتة ما فلت سهم الدهر، وسطك شبد دتشة وبير السقاني وفى تشف الوقت دتشة يا جابر. قلت عني يا قلبي كف العتب وقعد على دتشة وصفق وغني ترى هدينتك فالتة يعني ماكو شيء بها. فطلعت من العراق رأسا في حجر التمرد يا أخي. يعني مثلا أنا كان عمري بالعشرينات، بأول العشرينات أجي أكتب هذا الموال اللي أقول به نبي يا حد الأشفار عن ضرب الأماجد نبي. باللغة يقول لك نبى السيف المضروب إذا لم يصبه. صح. أنا أقول للسيف أرجوك لا تضرب الأكارم. الله. يا حد الأشفار عن ضرب الأماجد نبي، أنبيك عن حالتي وأنطيك أوضح نبي. من صفوة أكرام أهلي وللمكارم نبي. شيء على المناقب ربه وعلى العدل شيطان، على القاعدة تمردت والكل فكر شيطان. من نختلي وين النفس، مرة نقلب شيطان ومرة أحس ضامري يحمل قداسة نبي. الله. فهذا التمرد في أول حياتي يعني شوية عكس على شخصيتي هواية أمور. انتقلت لل بقيت الحقيقة في هذا التمرد إلى الآن إلى اليومنا هذا. أي والله للأسف. والقصائد يعني الحسينية اللي كتب هاي الغزارة والكم الهائل، يعني أنا مرات أقولهم أستاذ جابر الكاظم الأديب جابر الكاظم أحسه مصور الطف، مصور الطف يعني عبالك عايش وياهم ويكتب شوف وشوف أشياء. أي مو هو الفرق أنه إذا تدخل للحسين من الجانب الديني تكتب شكل، وإذا تدخلها من الجانب الإنساني تكتب شكل آخر. صح. من الجانب الديني تكتب بلغة التحفظ، بس من الجانب الإنساني تكتب كل ما يريد الحسين وتطرق كل الأبواب اللي هي يعني تؤدي إلى حياة المجتمع بصورة عامة. والقراءة والثقافة والاطلاع على قضية الإمام الحسين. هذا يومية لازم يعني اليوم أنا كنت أدرس الصبح. يومية ما أقدر يعني صار عندي. الإمام العباس سلام الله عليك يا قمر العشيرة. يعني مرات تحسه مظلوم الشعراء،
الإمام العباس مختزلين الموضوع فقط الماء والعيال هذا الموضوع وسكينة. هي طبعا من قلة الإدراك يعني الحقيقة. يعني أنا كتبت قصيدة قبل فدي 30 سنة يمكن أكثر. نكشفها لو أردنا نكشفها. ما طلب عباس الماي والغاية أبعد من هاي لو أردنا نكشفها. أجيبها أنه العباس انطى عينه في سبيل حتى تغض عينك عن النظر إلى أعراض الناس. العباس انطى كفه قبل 30 سنة. فأنا كل قصائدي حتى من أكتب مصيبة العباس هم أكتبها بالقلم الواعي. يمكن واحد يقول شلون يصير مصيبة واعي؟ لا ليش؟ بالعكس. يعني الإمام الحجة لما يزور الحسين بأرقى المفردات يزوره. صح. وهي زيارة الناحية عندنا. صح. من أرقى المفردات. يعني مو شرط أنه أنا أرثي الحسين لازم أهبط من مفردتي، لا بالعكس. صح. بس عنده قصيدة قراهم الله باسم الفحي إلهم الجليل الله يحفظهم خدمة الإمام الحسين. شفت الشمس يم منها، شبهت الإمام الحسين سلام الله عليه بالشمس، والإمام العباس هو قمر العشيرة. محنية تبكي على القمر، شفت الشمس يم النهر محنية تبكي على القمر. هاي الصور هاي العظيمة. والله يا حبيبي يا أستاذ رسلان تذكرتني بيوم كلش عظيم. يعني ليلة العباس ليلة السابع بسنة 99 قرأوا أربع قصائد، قصيدتين قراهم الجليل وقصيدتين قراهم الباسم. القصيدتين اللي قراهم الباسم أول وحدة يا عباس فقدك هضمنا، يا عباس فقدك هضمنا قصيدة رائعة. صح. ثاني وحده اقوى منها اللي هي العلم على القاع يا حيل، العلم على القاع يا حيل يا ابوي ومنك. هذا نفس اليوم. صح. صعد ملا جليل، يعني الناس قالوا هذا ايش راح يقول اللي قرأ باسم مثلا هاللي. من صعد قرأ اول قصيده اللي هي هيك اسقي الاطفال من الماء. ما ادري شلون، قسما بالعصر وكذا والوتر اي قسما بالشفع وبالوتر. اي صح قسما بالشفع وبالوتر إن الإنسان لام ما أدري. المهم يقول أسقي الأطفال من الماء أو تسقي الميدان دمائي. هم قصيدة راقية جدا، يعني من تخليها ويا الإعلام على القاع تحيرها أقول. وراها شفت القمر يم النهار، وراها شفت القمر يم النهار. يعني أربع قصائد واحدة أقوى من الأخ. صح. فكنت لما أنا أكتب للروادي، الآن صار تقريبا 14 سنة ما أكتب للروادي. بس من كنت من أكتب للروادي أكتب شلون أخلي القصيدة تطلع بوجه أبيض أمام الحسين. بس الله هذا يعني. يعني هاي فكرتي كانت هاي. ان شاء الله وشك ابيض وقصائدك بيضاء وجميله. حبيبي حبيبي استاذ جابر. فقره الروايه خلصت، ننتقل الى فقره شتحب لكن بعد فاصل. يا الله فاصل ونكمل. أكيد بعد الفاصل يتجدد الترحيب بنجمنا وأديبنا وأستاذنا الكبير جابر الكاظم. حبيبنا أستاذ رسلان غالي. لا أستاذ في حضرتكم أنا قلت لا أرجوك حبيب. أرجوك أنت أخ عزيز وغالي يعني. الله يعزك حبيبي أستاذنا الغالي. أستاذ جابر أمان هسه أنت مأمن غير؟ والله يعني ما أدري شو أقول لك، يعني إن شاء الله مأمن. طبعا أستاذ جابر أمان والله أمان. والله إن شاء الله. بس أسد هذا وراك. بالنعم. بخدمته. لا بدر بشك. خادم الإمام الحسين حتى الأسد لا يجي يروح يروح. والله ما أعتقد. الأسد يمرد المتمرد. إن شاء الله أنت متمرد بالإبداع. لا هو لا هو هو التمرد على التمرد هو حالة إيجابية. حالة إيجابية. طبعاً. أستاذ عندنا ثلاثة أظرف. نعم. تختار من عدة أظرف. نعم. بأسئلة سهلة وصعبة ومتوسطة فأنت. أنا السهلة لأن أنا بدائي رجل. يعني. أنت بدائي. أي والله يشهد الله. الأديب الكبير. يشهد الله. الله يعزك. تختار يا هو منهم. خير الأمور أوسطها. يلا نشوف الأسئلة. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الأسئلة. السؤال الأول. نعم. طبعا هذه فقرة شتها. كثرة الترحال تشعر البعض بعدم الاستقرار، أنت شو تحب من ترحالك بين الدول؟ وأنا الدول اللي أروح لها الحقيقة كل دولة لها لون خاص. يعني اروح مثلا لرومانيا. شو تحب برومانيا؟ برومانيا اقضيها كلها بالمركز الثقافي، مركز زهراء الثقافي عندنا هناك. وصار لي تمول بالمتاحف والاشياء هم. لا مجلس عندنا هناك. يعني برمضان اروح وبمحرم صار دعس مجالس يعني.
مجالسي. مجالسي. فأروح لهناك يعني أنت من تقول المغرب وتقول رومانيا تقريبا أكو تشابه للمسافر بين هالدولتين، وهي سفرة النزهة والإمتاع وصور الجمال. صح. بس أنا لما أروح الرومانيا دائما من الهوتيل للمجلس دائما يعني أروح المجلس مثلا إذا في شهر رمضان قبل الإفطار إلى السحور، ونرجع ويا الأخوة هم هناك. مركز زهراء الثقافي بخارس جدا راقي يعني يربي النفيس ويهذبها، وعندنا هناك يعني مجالس صدق ثقافية يعني واللي يحضرونها ناس مثقفين جدا. متعطشين طبعا. لما أروح للمغرب مثلا أكثر الأحيان أروح طنجة. مجالس المغرب؟ لا أبدا. أروح المغرب، المغرب ما نمشي. فيوم من الأيام كنت قاعد في أحد المقاهي على الشارع يعني صار عندي زنجيل للإمام علي. ماكو واحد يروح المغرب يكتب للإمام علي زنجيل، ماكو، لأنه من يروح المغرب على مود لا يستغرب، بينما أنا لا راح تكتب الزنجيل للإمام علي. شنو حافظ منه شيء؟ والله يعني قريب عدة مكانات يعني كاد أن يكون محفوظ لدى الجمهور. لا أدري شنو اللي هو علي يا علي يلعشنا على منك، بس الله ومحمد أعلم أنك، أنا أدري حيدر أعلم أنك إمام وبيك أنا موثق صلاتي، أصول بيك على الجاح صلاتي زكاتي حجتي صومي صلاتي، الإله بحبك أعمالي قبلها، ولي الله يمن جبريل لعتابك قبلها، الشجاعة بيك ما صارت قبلها ولا صارت يا أبو الحملة بعدها، معاجز يعجز لساني بعدها، بعدها بخير دنيانا بعدها وبعدها طيبة ظلت لسه فينا، بكراماتك يحدث لسه فينا بحور وعيب نخضع لسه فينا، على العزة يا حيدر علمتنا بعلامات المفاخر علمتنا، اللي يودك علي ضدك علمتنا، فرحت نفرح ونستر كلمة السر، وشكرنا الربع سرنا كلمة السر، سر الليل عدنا وكلمة السر علي عالي عليك العالي علينا، علي وبيك على هالعالم علينا، علي وحبك فرض واجب علينا، فرض واجب شرف حبك ولا طويل هو طبعا. أنا زور بي الإمام علي دائما أبو الحسن، فحتى ما نأخذ من وقت البرنامج. لا بيك البركة. فقصدي أنه هذا كتبته في المغرب، ما حد يتوقع واحد يروح المغرب يكتب هيك الشعر جميل وكذا. أنت بعد عاشق لأبو الحسن سلام الله عليه. أنا أينما أذهب وياي علي بن أبي طالب سلام الله، اللي هو وجه الله، فأتمنى أن تكون رحمة الله وياي في كل مكان، وهو لا شك هذا يا رب. تسمية الأديب، هاي الشاعر الأديب بل. تحبي مثلا ينادى الشاعر جابر الكاظم أم الأديب الشاعر جابر الكاظم؟ والله يعني هاي المسميات مو هالقد وياها الحقيقة. كلمة الأديب يعني أول قصيدة قرأ ليها سيد مرتضى السندي في صحن الكاظمية وموجودة باليوتيوب عام 1976 الله. يوم 12/1 12 واحد الله. اي لان هو يصادف، لان كنت اكتب مذكراتي فدورت على التاريخ اللي يصادف مثلا بسنه 1396 هجريه ليله الثامن ليله التاسع من محرم، مش قد يصادف طلع عندي انه 12/1 وكان عمري بها يعني 19 العمر كله. اي فالحاصل القصيده لما قراها قالوا لي لمن القصيده؟ قال الشاعر الاديب جابر الكاظمي 19 سنه. فهم ياخذوها اما من ناحيه الـ يعني ما اريد اقول انه المعلومات الكافيه عندي بالشعر وعن الشعر وكذا، لان لا اللغه اللي تكتب بها لغه عاليه، لغه عاليه ان شاء الله تكون لغه عاليه. وشغله يمكن ياخذوها من الادب، ما اسيء لاي انسان ابد في حياتي والله، ابد ما اسيء، لا اكبر مني ولا اصغر مني. والنعم منك والنعم منك. شو تحب قصيده مو لك؟ والله كثيره، واحده يعني أكثر واحدة أحبها يعني نعد المشرفية والعوالي لمن؟ متنبي. وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما يدنينا من خبب الليالي. المتنبي أشعار الشعراء؟ طبعا لا شك.
مجنون بالشعر يعني لو موجود بزمن المعلقات وهاي كان اخذ مساحه اكبر من امرؤ القيس او من لبيد بن ربيعه او من زهير بن ابي سلمى او عنتره. والله هو اشبه معلق لقصيدته بالمعلقات هو طرفه. طرفه بن العبد. طرفه بن العبد هذا اشبه واحد بالمتنبي بالحكمه وبالنفس وبالبساطه والسهوله. عليه السلام كان يقول من الشعر الحكمه. حتى حاليا الشاعر اللي يكتب حكمه قصيدته يعني تستمر. اكيد. انا احب الشعر الحكمي الحقيقه وهي هاي بيها كثير من اللي كل زمان ومكان. اي المتنبي هي هاي القصيده اللي يقول بيها عجيب يا اخي انا بيتين منها يعني ماخذ لبي الحقيقه. يقول رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي. فصرت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يعني فالصوره عجيبه اخي. يعني صوره واقعيه لما اشوف يقول لك كانت لما ينضرب الامام الحسين سلام الله عليه من كثره السهام كان النصل ينكسر بالنصل. لعله ما اخذ هو هيك الصوره من هالموقع. حتى من تقرا سيره المتنبي كان ابو فراس الحمداني او أيه. الحمداني اللي هم هو اشعر من ابو فراس وانا احب ابو فراس اكثر. طبعا بس هو اشعر من ابو فراس اشعر يعني ابو فراس اشعر لو المتنبي لا ابو المتنبي اشعر بس انا احب ابو فراس اكثر لان كان موالي لاهل البيت. والله هي هذا فد امر يعني يخص العباد اكثر انا مو من العباد ارجو معذره بس انا من الناحيه الادبيه اتفاعل مع الحدث يعني مثلا لما لكن كان يتهم المتنبي في مجلس علي الحمداني اللي هو كان نعم الحاكم هو كان خومنا وين يعني كان, ايه كان يقول هاي لطرف ابن العبد هذا البيت يعني ايه كانوا يتهموا المتنبي بالتوارد يعني او السرقه يعني هم الحقيقه كانوا يعني انا عشت حاله المتنبي مو كشخص وانما كقراءات لما اقرا المتنبي اعرف هو شنو كان ومحاط لهذا كان يسب تعمقت بشخصيته لا يسب كان يعني لسانه كان يكون ذذي ما اقدر اقول انا احبه بس هو شو يقول؟ يقول وعداوه الشعراء بئس المقتنى عنده في البيت من قصيده نونيه يقول هيجي ومن الجهاله عذل من لا يرعوي يمكن هيجي وعداوة الشعراء بئس المقتنى وانهى المشير عليك في بظلة يعني اللي ينم علي عندك انهي لا تخلي وانهى المشير علي فيك بظلة فالحر ممتحن بأولاد صح يعني قال الزاء نون أليف حتى بمجالس الملوك يعني أدى هالقصيدة أنا خير من تسعى به قدمي في حضرة الملك والوالي أيوة. كان عنده اعتداد بنفسه أخذها الجواهري أخذ هذا المعنى منه أخذ هو قال ليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأننا خير من بأنني خير من تسعى به قدم قال خير من هذا في مجلس كذا أيوة. فضربه بالدوات صح بعدين قال له إذا كان هيك سرك ما قال هيك حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألموا الجواهري أخذ هذا المعنى بس إحنا ما نقول أخذ منا ولا تناس. نقول لا مهم اثنينهم نفس الطبقة صح يعني صار تناس بالموضوع يعني تقريبا مو معارضة أو يجوز مثل ما تفضل التناس بالموضوع بس هو اللي قال المتنبي ليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم وش يقول الجواهري يقول ترفع فإن جناحيك لا يقران إلا على مرتقى شوية بالمقصورة شلون بالله عنت الله إبليس لأن لا أريد أطعم بالجواهري الله سبحانه وتعالى قال لي صار عاقل لأن الجواهري عظيم هو في مكان آخر أي صح يقول المتنبي يقول أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد يعني شنو الصخرة يعني الجواهر شو يقول يقول في ذمة الله ما ألقى وما أجد أهذه صخرة أم هذه كبد إذا الجواهر كان متأثر بالمتنبي جدا 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 أي. بس ما يقل عن شاعرية المتنبي شاعر العرب الأكبر أي ألف رحمة على روحه طيب كمرات المتنبي سئلوه ليش ما قرأت لي شخصية عظيمة وأنت من الكوفة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه رد عليهم بيتين بسيطات تركت مدحي للوصي تعمدا ها وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا كاملا وإذا استطال الشيء قام بذاته وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا وبعد ما كتب شيء
هو أنا أي شفت مكروه كاتب عليه أستاذ جابر؟ أنا عندي الألفية كتبتها يا عزيزي بسنة 90 كتاب من ألف بيت تاريخ أهل البيت من الرسول إلى الإمام الحسين، وتاريخهم عميق يعني مو يعني زوايا الأمور كنت أخذ. نرجع إلى عداوة الشعراء، عندك أحداث من الشعراء أستاذ جابر؟ شلون يعني؟ يعني مثلاً أكو شعراء مثلاً قالوا هاي إلنا الدخول إلنا ها لا لا ما عندي ما عندك بس أعتقد يمكن أنا لأن ساكن بعيد يعني ايه أعتقد وأنا ما عندي احتكاك يعني للأسف بالأخوة الشعراء الحسينيين يا ما عندي احتكاك بيهم ما أعرفهم لهذا الله يشهد أيوة. مو مبالغة أو مغالات لكن أغلب الشعراء الحسينيين يعني هاي مجالس أنا من قاعد أو هاي من يجي طار أستاذ جابر الكاظم الله يسلمهم يمتحون بك بخير الله يشهد هو أنا عدم معرفتي بهم مو تعالي عليهم لا سمح الله بس ظرف المكان يأثر يعني صح. يحبوك أنا أحبهم كل ايه؟ كل من يكتب للحق مو شرط صح. للحسين صح. صح. يكتب للحق أنا أحبه صح. بالعكس أستاذ جابر عندنا فويس حتى نكمل أسئلتنا أي حبيبي نشرت قلت ضيفنا الحلقة القادمة الأستاذ الأديب نعم. جابر الكاظمي نعم. فأحد الأخوة بعث لي فويس وحلفني ف إذا تسمح لنا نسمع ايه تفضل حبيبي السلام عليكم سيد رسلان أولاً أنا أبارك لك قبل بس أحب أبارك لك بالبص ما في حال إذا يعني عرضتها بالحلقة مالتك أبارك لك على انطلاقك ببرنامجك هذا الجديد ورسالة من خلال هذا برنامجك لأنه أنا شفت منشوراتك السابقة وعرفت ضيفك لهذه الحلقة هو الشاعر الأديب جابر الكاظمي ورسالة باختصار أنه ينهون الخلاف بينهم وبينه وبين الملة باسم الكربلائي وإلى الملة باسم الكربلائي أنت رادود حسيني وأنا أحد عاشقيك أحد عاشقين صوتك أتمنى أن تنهي الخلاف مع الشاعر جابر الكاظمي مثل ما أنا أخاطب الشاعر جابر الكاظمي أخاطبك يا ملة باسم وأخاطب المرجعية الرشيدة وكل المؤثرين وأخاطب السيد مقتدى الصدر بالتدخل في حل هذا الخلاف وإنهاء الخلاف بين الشاعر جابر الكاظمي والرادود باسم الكربلائي لأنه الجميع متشوق لسماع صوت باسم الكربلائي وهو يقول بكلمات الشاعر الأديب جابر الكاظمي مع التحية والسلام ألف تحية لي باعث الفويز احنا ما نحب ندخل الامور الشخصيه لكن هاي لا لا انا اعتبرها قضيه الامام الحسين وقضيه الساحه لحد الان بالفيسبوك يوميا البارحه ناشرين مقطع لملا باسم الف تحيه له وهو يسلم ويقبل يد السيد الشيرازي نعم ومتبرعين شباب اقرب التعليقات متبرعين اريد نذهب للسيد صادق الشيرازي من اجل التاثير على ملا باسم الله يطول عمره ابو علي واستاذ جابر اجل قضيه لان مثال قرأت التعليقات هم مثال لقضيه الحسين طيب اذا هم مثال لقضيه الحسين كيف راح يتاثرون بهم الاخرين وهم بيناتهم خلاف المفروض يجمعهم تجمعهم قضيه الحسين فسمعت الفويس اي ايه يعني أنا أكثر من لقاء أطلعي قسم بالزهرة هو علينا أيه؟ وعليكم يعني بعد أنا الكرة في ملعبك وفي ملعب ملا باسم يعني وجهة الالف خدمتك بس أنا أكثر من لقاء أيه؟ أسأل هذا السؤال وأقول أيه؟ والله المشكلة ما أعرف إيش فمن واحد يقول مرة مرتين ثلاثة عشر دائما أقول ما أعرف المشكلة فيجب أن يوجه الكلام للشخص اللي هو يدري بالمشكلة حتى يبينها وبعدين اسمه وذكرت البيت مال الجواهر العفو أيه؟ يقول أقول لنفسي أيه؟ لا مو ورد نهز من الموضوع لا 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 بك البركة بس حتى لا أنسى لأن المتنبي شو يقول ايه؟ يقول ليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه ايه؟ الجواهر شو يقول تسمع الفويس بس فكرة على الجواهر الحقيقة يقول شلون الكبابشي من يسوي كباب ايه؟ يسولف وهيجي بس من على المولا يعاين سوالف أو من تمشي بطريق ايه؟ تعاين البيوت حتى ما تتيه بس من تندل زين لا تقوم تمشي عادي صح سريقة تأخذ اي لان سامع هذا السؤال هواية ايه؟ فيعني افكر بالجواهري واسمع هذا يعني عادي يعني بيك البركة الله يخليك يقول اقول لنفسي اذا ضمها واترابها مجلس يزدها تسامي فانك خير النفوس اذا قيس كل على من طوى نفس المعنى نفسه واحسن ما فيك ان الضمير يصيح من القلب اني هنا بس حكاها مو بمجلس حكاها كتبها اي فرق اعتدالا بنفسه ايه.
وصلحها في مكان آخر. صح. هاي التفاتة حلوة. صح. إنه ما قالها في مجلس. بس قالها في مجلس. قالها في مكان آخر. وين الجواهرين؟ المتنبي يقول لي تعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى. الجواهر إيش قال؟ جاوب المتنبي. قال له بعلقمة الفحل أزجي اليمين إني ألذ بمر الجنة. وبالشنفرة أن عيني لا تلذان في النوم طعم الكرى. وبالمتنبئ أن البلاء إذا جد يعلم أني الفتى. أنت قلتها هيك تعلم مصر. لا عن البلاء من يجي أقول عن الفتى. مثل ما أنت قلتها بمجلس. أنا ما قلتها بمجلس هاي هم أيضا. حتى في في حضرة علي الهاشمي في 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 دمشق. نعم. المتنبي اعتد بنفسه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب وسمعت كلمات من به صم. هاي الأشياء. فعلي الهاشم قال أتقول الشعر في حضرة رجل من بني هاشم؟ كان اعتدون بنفسهم مثل ما طبعاً بني هاشم. فقال المتنبي قال لست هاشميا أكثر مني. يعني المتنبي كانوا يشكون بأنه هو يعني يرجع نسبه إلى بني هاشم. البني هاشم ولا ابن أحد الأمة. لكن تعرف في زمن العباسيين وفي زمن الأمون كان الهاشمي يصيحون علوي اللي يديروا شيء يذبحوه. طبعا فهو صحيح. خف نسبه من اجل يعني هاي البلاغه اللي عنده مو ارتباطا. طبعا يعني المتنبي عنده اشياء غريبه يعني. اي صح. يعني عنده اشياء بهذا المقصوره اللي ذكرتها يعني خارج نطاق البلاغه. صح. المقصوره اللي قلت بيها مال لتعلم مصر ومن بالعراق في زمن كافور. يعني من طلع اول ما طلع من مصر مر بالعراق. فقال الا كل ماشيه الخيزله فدا كل ماشيه الهيذبه وكل نجاه بجاويه خنوف وما بي حسن المشاه ولكنهن حبال الحياه وكيد العدات وميط الاذى ضربت بها التيه ضرب القمار اما لهذا واما لذا. الله. يعني شلون احنا نقول له يا اخي فهو يجيب بلاغه عجيبه. صح. هاي قصيده طبعا طويله. جاب رجع على الفويس. اي تفضل الفويس. الفويس اللي قسم علينا وقسم على مولا باسم. وشوف ماشي. الشباب محترق دمها. شو يصير هذا حرقان الدم من الشباب والبنات؟ احنا هسه في شهر رمضان. اي مو اي وجو جميل يعني. صح. الناس بوجودكم استاذ. بوجودكم بوجود الطيبين. الله يعزك. يعني احنا تقريبا الان صار تارك المله 14 سنه. ومن عفته لكن انتم صوره ب 2014 طياره او هيك. اي هذه تلاقينا. ايه؟ بتركيا. ايه؟ انا كنت قاعد اقرا كتاب اتذكر مال علي الوردي مال لمحات من تاريخ الهواء. لا اسطوره الادب الرفيع. اسطوره الادب الرفيع. ايه هو وعبد الرزاق محي الدين كان عنده مناوشات. فكنت اقرا بالكتاب مستمتع به. فانا باوعد شفته المله. بس كنا من نتحاشى. وانا كنت قاعد بستاربكس هذا يصير بالمطار القديم مال تركيا بالوسط يصير يعني تقدر تفتر داير مدار. فانا من شفته ما قدرت وجهي يعني اداره غضب او دائره غضب او اديره عن طريق الغضب او الحنق او الحقد. لا بالعكس والله يعني بس عيني وخرتها بحيث شك انه انا شفته او ما شفته. يعني باسلوب محبه قدرت وجهي الحقيقه. فبقيت اقرا بالكتاب. فهو كان ويا ولد حسين اللي وكيل اعماله حسين ملكي. فراحوا الظاهر بعدين اجى من هالصفحه. انا بقيت على قرايتي. فهو وقف بباله قال شكو علي قاعد تقرا كتاب فنتحاكى. فقمت تباوسنا وقعدنا. بعدين رحنا بالطياره سولفنا وكتبت له مستهل انا اتذكر بالطياره على قصائد تجي. اها حلو. اي وراها ما استمريت لا كتبت له القصائد. وقلت لك والله انا قايلها بلقاء. طلعنا من المطار قال لي يا ابو علي اكو شقه هناك نروح حتى نقعد بيها نكتب قصائد كذا. بس انا فد شخص كان ينتظرني ما يحكي ويا الشخص اللي وياه يعني. ايه. يا صار متلابسه لا ذاك يحكي ويا هذا ولا هذا يحكي ويا هذا. فمتلابسه. فالحاصل بعد من تفارقنا هو راسا عرف لان انا ويا واحد يقرا الثاني. ايه. عمر. لا لحد الان اذا عاين على الملا يبتسم ويعرف ليش. ايه. وهو كذلك. كيمياء اكو. بالضبط يعني. إيه. وبعدين هو اخوي المله ترى. إيه. من الناس اللي هواي يقدرون الزاد والمليح والقعده والقومه ولا يعني كل عام وهو بخير وكريم عليه. لا طبعا اقدم له التحيه هو وذويه وكل الناس اللي هو يحبهم. بالعكس انا اتصل بكم ولا باسم وقال لك اكتب لي قصائد عندك مانع؟ هو ما يقول طبعا. ها. لا ما يقول ليش؟
يعني اكو ظروف عده خاصه سابقا ما كان يقول لك ليش كان يخابرني اسولف لك سالفه إيه؟ وحلوه للجمهور يعني إيه؟ قصه قصيده في يوم من الايام بال 99 بنفس اليوم اللي قرب بيها مال علم عيقاع عباس فقدك ضمن بالضبط ترحت على شيء قبل ما هذه سالفه فنزلت اروح اسوق لان صار لنا 6 ايام ما مسوقين فرحنا انا والعلويه والاهل اروح اسوق انا بالسياره ذكرت شغله ناسيها بالشقه فوق احنا كنا طابق رابع فقلت له علوي يعني هسه 5 دقائق نسيت فلان شيء اجيبه واجي قالت براحتك رحت ورا تقريبا ربع ساعه انزلي فقالت تاخرني قلت له قالت لا تقول كتبت قصيده ضحكتني وتدري لان عاشور ايام محرم قلت له اي والله كتبت قصيده ونزلت تدري بين الصعده والنزله راتها 3-4 دقائق وهناك هم فد 10 دقائق يعني صارت ربع ساعة القصيدة لو 10 دقائق لو أقل هو يتذكرها هسه فهو من دخلت الشقة سمعت التليفون يدق اللي هو بي فاكس نفس التليفون وهي قصة طريفة حلوة للجمهور يعني أهديها لهم هاي القصة الجميلة وإحنا بشهر طيب فالمهم ألو قال ألو أبو علي قلت له ما صار لك وايد قال لا هسه قلت له ما أنت تبره هسه دخلت تفضل قال اريد فتحه عزاء على السريع قلت له شنو اللحن وين هو قال نا 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 وانا الماطور عندي يشتغل بمحرم لان قصيده قصيدين فطاني هم الابيات اللحن قلت له هسه من ذا كتبتها يمكن بين 7 و10 دقائق ويتذكرها طبعا ذبيتها بالفاكس ونزلت فقالت لي الاهل قالت لي تعطلت يعني بعدين اضحك قالت لا تقول كتبت قصيده قلت لي والله كتبت قصيده راحت فكانوا يبعثوا لي الكاسيتات من يخلص محرم فديوم من الايام كنا نخليها بالسياره الكاسيت ذاك الوقت مسجل وكاسيت وكلام فديوم من الايام كنا انا والاهل بالسياره القصيده خالها قالت انا هاي القصيده هواي احبها قلت لها تدرين هاي يا قصيده قالت لا والله ياهو قلت لها لما صعدت ونزلت قالت مستحيل قلت لها يا عباس فقدك ضمنا يعني جميل. بين 7 و10 دقائق فهن قصائدنا يا عزيزي اذا سأل سائل ليش الان الجمهور يرجع للقديم لان منظوره من قبل اهل البيت يعني كنا نكتبها شلون اللاعب يعني الجديده ما منظوره لا انا احكي بس على القديم ها على القديم الجديد ما اعرف لا مو يمي ما ما شايفه ولا سامع عايش هذا صح وممكن يكون هذا احسن من ذاك يعني بس ما ادري بي يعني اي أيوة والله بس انا اقول يعني لين دي يرجعون على القديم الناس اكثرها يرجع يسمع القديم وهوايه كثير من الاخوه يبعثوا لي على الخاص او يبعثوا لي على الماسنجر يعني يمدحون بقصائد انا كاتبها قبل 30 او 40 سنه فاعرف انه اكو رجوع على الماضي لهذا اقول منظوره طبعا يعني. خوات حسين عذبني درب الشام الزيارات الرزايا هواي قصائد انا بعثوا لي ذاك اليوم ولد لازم بعث لي لستة قصائد 975 قصيده ايش قد كاتب الملا باسم كم قصيده عبرن الالف لا اكثر اكثر من الف اي فد 2000 وشوي يعني اوه ايه؟ رقم طبعا مو احنا خالدات وجميلات مو احنا ما نكتب 10 محرم وبس انا 10 محرم اكتب له بحدود ال 35 او اكثر بس احنا السنه كلها نكتب باجور ام مجانا هاي ال 2000 قصيده انا بعمري ما ماخذ اي شيء من اي رادود اي للحسين ابدا مجانا مو مجانا انا مجعلها انه شغله عباديه الله الله لهذا شوف من قطعت عن المنبر ما اثر علي ماديا لان هو مو شغلي لو شغلي لا كان سوى انا مثل حباشه مخبل امشي بس انا مو شغلي لا بيك البركه ان شاء الله لا بيك البركه بس انا اقول لك اخير سنتين الحقيقه قبل لا اقطع يعني قبل لا اقطع صارت عندي عمليه وقلت بلقاء بعد ما يصير عيد تفضل شو تحب من الرواديد يقرا قصائدك اكثر رادود يقرا قصائدك يترجم ما كتبه والله هو اثنين الحقيقه هو ابن باسم وسيد مرتضى السندي سيد مرتضى لان هو اديب الرجل الله فمن يقرا قصيدتي يعرف هو ايش يقول يعني ولغه ايضا لان انت تكتب بلغه يعني مشكله وتحتاج لها واحد ناطق باللغه العربيه جيده لا ولغتي قريبه عن الفصحى هي الفصحى قبل فتره تلاقوا اثنين تقريبا من نفس الشاكله على نفس الشاكله كنا قاعدين بمطعم واحد الاخوه ابو فاطمه وصديقي حجي شكر فخابر شخص قال له ابو فاطمه قال له هذا صديقي سلم
يعني لا أنا أعرف منه ولا هو يعرف منه. طلع كريم العراقي وأنا أحب لغته لأن مشابهة للغة صح اللي إحنا نكتب بها. أستاذ جابر شو تحب أكثر قصيدة تحس هي هاي القصيدة يعني القصيدة أم القصائد لجابر الكاظمي؟ الألف بيت. الألف بيت ألف بيت في تاريخ أهل البيت. سؤال أخير فقرة شو تحب متى الاستقرار؟ تدري ليش أضحك؟ ليش؟ لأن كل ساعة بالي أكو كاميرا خفية. لا والله لا بعتك أستاذ جابر لا 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 حبيبي بس مو جنابك العزيز مال قاعد وبهالهدوء شوي اشوفه يعني كبير مستمتعين بحضورك والله والله العظيم حبيبي هاي حضورك البهي لا خوي وكلامك يعني انا كثير المزاح والمشاكسه تشرف والله انت برنامجي شايفه مو شايفه انا حقدت عليك بوقتها بايامهم بس انا قلت لك مثل الجيجاره برنامجك يعني يعني اللي يدخن يدري بهاي الضره بس يستمتع بها يعني انا كنت اقول يا اخي ست ليش ها بعدين اقول ليش اشوفه ما اقدر الا اشوفه لا وانتظره ثاني يوم اي والله شرف كبير هذا حبيبي نفخر بيك لا بالعكس عزيزنا احنا استاذنا واديبنا الله يخليك الله يسلمك ان شاء الله سابقا كان اللي يقيم شعار الحسينيه يعدم نعم اي بالسبعينات بالسبعينات وبعدها وبعد بس انا بعدها ما كنت بالعراق فما اعرف يعني متى الاستقرار بالعراق والله أنا تقريباً يعني أنا لو تعلمت بلندن يعني المشكلة أنا أتأسف على شغلة واحدة وهي أنه بالسفرة الماضية جيت للعراق تغير علي الجو وتمرضت هو الحال لازم أن نطلع من العراق يتغير علي الجو بس كلش انزعجت وزيد مرضي أنه أنا لأن دخلت العراق تغير علي الجو كلش تألمت وبكيت بيها قلت معقولة هذا العراق بالطيبات هو أنا ابن يتغير عليه الجو بكيت يشهد الله كلش انقهري لأن أنا من أدخل العراق كما أدخل إلى أي مزار أدخل يا كذا أدخل يا كذا أنا من أدخل العراق أقول له المنفاثق لن أجهدني والغربة تنخر في بدني مزقت صحائف أشعاري بكف اليأس وشربت لهيب الكلمات وأنت الكأس جئتك أحمل طبقا فيه بقايا الرأس جئتك أحمل جرح ضميري كيما يشفى جئتك أحمل أطيافا قتلت في المنفى 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 ثقل أجهدني والغربة تنخر في بدني مزقت صحائف أشعاري وكتبت الشعر على كفني هل تسمح لي أن أدخل أرضك يا وطني أدخل يا فلان أدخل يا فلان مقدس عدي العراق وأقول حكاية أي إنسان يسرق من العراق أو يأذي العراق يشهد الله على ما أقول بإيمان كامل أنه يشور بالعراق ما تفوت له أبداً صح أبداً إيماني هذا الحديد تلين الداود نعم عجيبة عليك يصلي يصير سيوق ويقطع جسد فوق الثرى هاي شلون جتك هاي الصورة ما عاد يصفن بيها والله أكو أجمل من الصور أكو صور أنا من أقرب ديواني أقرب بشخصية لكن الفارغ. هاي يعني من يصفن واحد يعني الحسين عظيم يعني داود يعني نبي و يعني حكمة الله الحديد هي حكمة طبعا هي الحكمة هي حكمة بس أنا مرات تقرأ في يعني عجيب يتصلب ويصير سيوف يعني حولت إنه بلا سيوف ويقطع جسد فوق الثرى الشمس لون بثياب الخجل تتحجب عجيبة شلون كذا هي قصيدة العجائب ولا عجب تنزفج روحك ولا عجب تنزفج روحك صح أسميها قصيدة العجائب الحقيقة والله بالفعل صارت عجيبة والله هاي فصحى كلها أي والله من أنساك ياك قديمة يعني قبل 40 سنة صح صح أستاذ جابر فقرة شو تحب خلصت والله بهاي فقرة أحب أكون أحب أن ما كنت ثقيل عليك لا أنت بس أستاذ جابر الأديب أبداً عندنا فقرة شنو رأيك؟ نعم لكن بعد فاصل فاصل ومكملين أكيد هسه فقرة شنو رأيك؟ شنو رأيك أستاذ جابر هسه؟ عيني استمتع بالتليفون ذات أي حبيبي يما استعرض لك صورة خدمتك رأيك فيها لا احنا بخدمتك أديبنا وحبيبنا العالم العراقي كل حياتي الله. وجودي الله صير قصيدة كل حياتي وجودي أي. ملا باسم أبو علي تكلمنا عنه بما فيه الكفاية وصديق وعزيز يبقى الله إن شاء الله يطول عمره أي والله إن شاء الله
الإمام السيستاني. يعني لا تعليق بعد، هو السيد النظر إلى وجهه عبادة. صح. النظام السابق. والله أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحكم بالعدل. بعد فترة وراحت. لا والله المشكلة مو بعد عنده وجود يعني ما راح. يعني بعد لحد الآن أتباعه. الأمور اللي ها. أتباعه. يعني تقريبا. أي. هذا المكان أول قصيدة قرأت لي دي. فلهذا كانت قصائدي مباركة بصاية هالصورة الجميلة. طيب أنت لقبك عشيرتك الكاظمي أم نسبة إلى المنطقة الساكنة؟ لا أنا مولود بالكاظمية ولكن أنا من آل بدير. والنعم. نرجع الله يسلمك. بعد بني هاشم أنتم ما نقدر نقول النعم. لا وجهك. حبيب قلبي أنتم بعد الكون كله. الله يعزك أستاذ في دول وجهك. إي فالكاظمي نسبة للمنطقة اللي أنا ولدت فيها. المشرفة باسم ساكنها الإمام الكاظم سلام الله ومحمد الجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام. السيدة زينب عليها السلام. يعني سنين طويلة قضيت فيها في المهجر، وأول مكان التجأت إلى بعد الأماكن المقدسة في عراقنا الحبيب هو هذا المكان المبارك. حسن العبادي. حسن أي خوش ولد أبو فلاح صديقنا وعزيزنا. الله يحفظه. أيوة. إن شاء الله. حسن العبادي إنسان طيب. وعده شغلة كلش تعجبني جدا. أيوة. شغلة يعني مرات أحتاج أن أتكلم مع شخص عراقي فنفس اليوم أو ثاني يوم يخابرني يريحني والله. الله. يعني التحية لأبو علي. أسمع صوته أرتاح والله. خلصت الصور. هذا هو. في دول عمرك. حبيبي. هسه عندنا فقرة تنجح وربح. أي. فاصل ومكملين. أكيد من جديد رحب بكم. هسه فقرة انجح وربح. نعم. هاي فقرة ثقافية للمشاهدين. بل. أكيد أنت تعرف كل الأشياء. و... لا والله. ها حبيب أستاذ كل سؤال أسألك إياه. نعم. تجاوب على سؤال أعطيك حرف من شخصية معروفة رمز. نعم. عراقي. نعم. فبعدين تجمع عندك الأحرف. هي. تعرف هاي الشخصية من. بل. شوف إيش قد تأخذ من 100-90. يعني بالتسلسل. بالتسلسل أعطيك الأحرف. بل. والسؤال ما تجاوب عليه انقص حرف عندك. زين. السؤال الأول لمن قصيدة أراك عصي الدمع؟ أراك عصي الدمع أبو فراس الحمداني. صح جابة صحيحة. حرف الأليف. حرف الحاء. لطيف. هسه صار عندك حرف الحاء. نعم. أين يقع قبر يحيى عليه السلام؟ قبر يحيى في دمشق. صح إجابة صحيحة. هذا الحرف الثاني. السؤال الثالث ما معنى الوشل؟ الوشل بقايا الدمع. يعني لما تروح للمنجد تباوع الوشل يكتب قدامه بقايا الدم. هو بقايا الماء أو بقايا كل شيء. أو بقايا كل شيء. صح. نعم. صار عندك ها سين. السؤال الرابع ما معنى الإنجيل؟ الإنجيل ما عرفنا. يعني به هيك شيء فرح. يعني هو ما اقدر اطفى شيء سامي قلت لك الوشل لان انا قاريها قبل يعني لا تشتغل بالتحقيق. الإنجيل يعني انا اعتقد هيك بمخيلتي كمفردات. الإنجيل السكينة البشارة أو الخبر السار. أي. أنا صورت السكينة للناس. صار عندك نقص حرف. زين. السؤال الخامس ماذا نسمي الباب الكبير الذي بداخله باب صغير؟ رتاج. صح. نعم. من أول من أفطر وأطعم جاره في رمضان؟ إبراهيم نبي الله إبراهيم. لا اسمع عبد الله ابن ها يعني في الإسلام في صدر. ايه؟ الإسلام. أنا صورت على الأطعام اللي كان. لا أنا صورت هيك عبد الله ابن رواحة. لا لا ابن عباس.
عوفا ها عوفا يلا من الشاعر الذي كتب آية حسين ومصابة؟ هذه هي الحقيقة، احنا عندنا التسميات مغلوطة يعني. نقول الشعر الشعبي، هو الشعر الشعبي مو يعني الشعر الدارج. الشعر الشعبي اللي مثلا فد مقولة ما يعرفون إلمن هذه يسموه شعر شعبي أو موروث شعبي. موروث شعبي بالضبط، فهي يعتقد موروث شعبي ولكن نسبة لكاظم منظور. كاظم منظور صح. بلي. صح. اللي مدفون بالقرب من سيد الشهداء الإمام حسين، ومتوفي يوم 31/7/1974. 74 صح. أستاذ جابر، بعد ما قدم كاظم منظور الكربلاء من قصائد مهمة، قل لي الميمون وغيرها من القصائد الكبيرة، ودفن بالقرب من الإمام الحسين، هم مرة تجي مخيلتك أنه بعد عمر طويل إن شاء الله عمرك طويل والاستمرار في خدمة الحسين ونهج الإمام الحسين تدفن بالقرب من الإمام الحسين؟ مع الأسف أنا حدثي بعيد عن هاي المسألة، أنا أعتقد أدفن في الغربة يعني. ما أعرف ليش دائما يراودني هالشيء، يراودني هالشيء، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أدفن في العراق، لأن إذا أدفن برا هواية راح تصير حتي بأسوء العاقبة يا أخي، فهم يأخذون ظرف المكان مهم، ما يقول مثلا الإمام الرضا يسموه غريب هو مكان كذا، فالمدفن القرب والبعد مو ماكو أهمية. الأعمال طبعا، هارون الرشيد مدفون يم الإمام الرضا مثلا، هذا أنا أدفن يم الحسين وتكون أعمالي سيئة؟ لا، مو بالعكس، فأني وين ما أدفن في أي مكان بها اطمئنان، فيها رضا الله وهامين. صح. هذا الحرف جواب صح. بل يعني السؤال الثامن، ما هو الحيوان الذي يمتلك أصغر قلب بين الحيوانات؟ أصغر قلب بين الحيوانات السلحفات؟ لا، حيوان يسمى بسيد الغابة. هذا مسألة ما متعرف عليه والله. أسد الغابة؟ الأسد يعني. أي الأسد؟ ما شايفه لأن يعني لو شايفه كان أنا ما موجود. لا بك البركة. إجابة صحيحة خطأ ما أدري. أنا قارس السلحفات قبل. ها. إحنا بعد عندنا الأسد. نعم. هسه حتى تكمل عندك الأحرف. لا هي تكمل بعدين إن شاء الله. عندك هسه السؤال التاسع. ما هو الحيوان الذي صورته بالأموال تعني مليون؟ صورته بالأموال. بلي. تعني مليون. بالبرية يصيدوه ياكلوه بالمسلسلات البدوية. يعني الضب؟ لا بعد. مرات يقول. أنا مو معرفت شنو السؤال. ما هو الحيوان الذي صورته بالأموال؟ أي. يعني من أشوفه معنى اسم بالأموال. أي. مثلاً يقول له هذا المليون. اه يعني الارنب قصدك؟ اي ارنب. اي وليش بعرفت السؤال؟ صح. على الاقل نصارنب سعيد صالح ومحمود عبد العزيز. اي صح يا عشتي. ويحيى الفخراني. الفخراني. اي صح. اي هسه الرمز بعدين نرجع اقول لك من الرمز، ايش تحب اسالك اسئله؟ ايش تريد؟ ثقافيه، فنيه، والله رياضيه؟ يعني فنيه مثلا. فنيه. استراحه الظهيره كانوا ممثلين ابطال بيها نجوم. اكيد يعني العزيز اللي انا احبه كلش يعني. ايه؟ لان متفضل عليه يعني، هو متفضل عليه بس ما شايفني. لان في ايام الغربه كنت لما اشتاق العراق اعاين استراحه الظهيره محمد حسين عبد الرحيم، اقدم له الف تحيه. وهو مو انا فقط، اما يعني كل بيتنا اولادي يحبوه كلش. يا فنان يعني. لان ذكريات عندنا. امل طه الله يرحمه. امل طه رحمه الله. امل طه طبعا انا يعني وها نفس المواليد. فأنا متابعهم فنانين العراقيين، متابعهم متابعة كأنه أعرفهم ويعرفوني حقيقة. أمير المؤمنين عليه السلام كان قالوا له من أفضل الشعراء؟ قال لهم الملك الظليل. من هو الملك الظليل؟ الملك الظليل فد مرة كان يمشي الشاعر اللي يكنى أبو عقيل، هو لبيد ابن أبي ربيعة. ما عنده معلقة. صاحب القاف القصيدة الميمية اللي هي 89 بيت. صحيح. عفت الديار ومحلها محلها فرجامها فكذا. فكان يمشي بالبصرة. فسألوه قال له من أشعر العرب؟ قال الملك الظليل. قال له وبعده؟ قال الشاب القتيل. قال وبعده؟ قال أبو عقيل. هو كان كنيته أبو عقيل. فالملك الظليل كان يقصد به امرؤ القيس. امرؤ القيس احسنت. والشاب القتيل طرفه بن العبد. طرفه بن العبد صح. وابو عقيل. وحتى ابو طالب عليه السلام سيد البطحاء
سيدة ما كوبنا سيدها، هاي الشخصية العظيمة اللي حاولوا ينالون منها لعلي بن أبي طالب حتى يخلوا اللون لعلي بن أبي طالب، لكن هيهان كان من كبار الشعراء، كبار الشعراء، وعنده ديوان أبي طالب، ديوان أبي طالب هاي جزء الناس ما يعرفه، بعض الناس ما يعرفه ما يدروني. نجي إلى كتب ثقافية، النباهة والاستحمار لمن؟ والله مسألة الاستحمار أنا عندي فد مقطوع عن الحمار، بس هذا الكتاب ما سامع لي لعلي شريعة. مرة شفت لأحمد مطر الله يذكره بالخير، قدم له التحية، يقول هم ما يصير أذكرها لأن هي مشاتمة بين حمار وصبي. بس المشكلة شعر أحمد مطر. مرة سألته قلت له أبو علي، أنت أيضا كنيت أبو علي بالتسعينات، سألته قلت له أبو علي يعني أنت ليش أكثر شعرك نقول أجلكم الله؟ قال مو اللي يكتب عليهم هم لازم نقول أجلك الله. لطيف أحمد مطر من قلبت والله. ألف تحية إليه. علي شريعتي قارئة بس هذا ما مر لي. إيه وعد كتاب دين ضد دين جميل. دين ضد دين قرأته. إيه نباهة والاستحمار أيضا جميل. بس أنا أعتقد. الحسين وارث آدم أيضا. بس يأخذ كثير. قضية الحسينية بشكل جميل. مو يأخذ من علي الوردي. مالك بن نبي. معرفة الإسلام علي شريعتي بير يعني ما أعرف شلون هم لين اجتماع يعني. يشابه الشكل لين اجتماعي. صحيح. علم الاجتماع. لأن أنا لاحظت عد علي الوردي عد علي شريعتي قضايا عد مالك بن نبي. تشابه. متأثر بأبي ذر الغفاري بشكل كبير علي شريعتي. أي أبو ذر الغفاري كل إنسان اشتراكي يتأثر به. صح. لأنه رأس الاشتراكي. صح. طيبين. صح. خدمتك سعيد. حبيبنا. يعني بعد زدنا الوضوح. فيك البركة والله. حبيب قلبي. الشخصية شوفها منو تحب بعد إذا. السيد حسين الصدر. حسين الصدر أحسنت. أخذت 80%. نعمة. أستاذ جابر. حبيبي. هذه بضاعتكم وردت إليكم في دور عمرك أستاذ حبيب الروح. 80% نختمها بقصيدة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. سلام الله. باعتبار أنه هو برمضان. صحيح. استشهاده. أنا أقول أقرأ الزنجيل ذاك اللي قطعته. أريد قصيدة غير الزنجيل لأن الزنجيل كلها كنا حافظين. القصيدة حتى ذا من برية أو كيف بلي قصيدة الإمام علي. خلق الله عليا من نوره والدنيا ثم على العرش استوى. من علم اللاهوت ومن علمه قد علمه الله شديد القوى، فهو الاسم الأعظم وهو الذي بين العرش وبين اللوح استوى. هل هو بشر أو هو ملك فلا أحد منا يعرف ما المحتوى. بعدين يقول له يا مشيد الدين يا سر الحجة والنهى، وبعلمك وصارمك راح الشرك والنهى، وظلت قريش بحقد منك تجر والنهى، والشاء والراد بيك الغدر. شاف الوقت لا فات لا فتى، جبريل باسمك هتف لا صارم، والراد بيك الغدر. شاف الوقت لا فتى، تكفيك هالمكرمة والكل نظر. لافتة جبريل بيها هتف لا صارم ولافتة، بس ذو الفقار وعلي وأهل الشرك والنهى. نعم نعم الحسن. نعم. خدمتك. لا احنا بخدمتك. فشي أخير حتى نختم. قصيدة ويلي على الكرار ويلي على حامد جار. أكو فد بيت قال هالمشكر أبو الفضل عباس يا أختي. المشكر يعني الجميل الحلو شنو كنت تقصد بيه؟ والله هي مو مالتي هاي طبعا. اي بس كلمة المشكر كانوا يستعملوها الأول أكثر. أكثر من استعملها شاعر كاظم منظور الله. المشكر جميل؟ لا دائما اللي يقدم إلى الشكر. المشكر اي فاللي يقدم إلى الشكر يعني مفضال يعني متفضل. يعني مرات بادر الحلاف هاي دائما. لا لا يعني لا فحبيت أسألك. لا المشكر بالضبط المتفضل. المتفضل. لأن دائما اللي يتفضل يقولوا له شكرا. صح. فالمشكر يعني دائما يسدي خير للآخرين ويشكروا على الخير. الله أحسنت أحسنت. هاي معلومة إن فادتنا وفادت الجمهور أيضا. خدمتك. لا احنا خدمتك أستاذ جابر. الحوار خلاص وياكم. استمتعنا ولا حسينا يعني كالبرق. حياك يا طيب يا غالي يا حبيبي أستاذنا. الله يحفظك. الآن أنا في سكينة من أمري الحمد لله إن شاء الله دائما. ونحن في شهر الغفران يا رب وفي شهر الطاعة، وأسأل من الله أن يحفظك
لأن أوصلتني إلى شاطئ السلامة وأنا سالم. إن شاء الله سالم. وأنت تعرف القصة. طول عمرك. حبيبي. أنت إن شاء الله سالم وغانم وطول عمرك. الله يحفظك. والله يحفظك. للجميع إن شاء الله. يحفظ كل أحبابك. وأسأل من الله أن يتعافى بلدنا الطيب. يا رب. يا رب. البرنامج شي تحب شنو رأيك به؟ البرنامج والله جديد جدا. حتى لو كانت بفقرات متشابهة مع برامج أخرى. ولكن. المقدم اللي جنابك هو انه هذا الجديد تقدم هيك برامج هكذا برامج طيبه فالصور ينول اعجاب الجمهور جدا 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 لان اولا بشكل جديد وبوجه جديد على مثل هذه البرامج الله يعزك استاذ جابر ولو انت الاصاله عندك في البرامج الله يعزك أيوة. عزيزنا والله سيدنا الحبيب شكرا استاذ جابر اشكرك جدا حبيبي وشكر موصول لكم محبه المشاهدين نشوفكم حلقه جديده باي باي